عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. العشر الأخيرة من رمضان فيها فضل عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصها بالاعتكاف ويخصها بالقيام كل الليل ويوقظ أهله فيها، وفيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، فلا ينبغي للإنسان أن يضيعها بالتجول في الأسواق هنا وهناك أو بالسهر في البيوت فيفوته في ذلك خير كثير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف أول الشهر العشر الأول منه، ثم اعتكف العشر الأوسط لرجاء ليلة القدر، ثم قيل له إنها في العشر الأواخر فصار يعتكف العشر الأواخر رجاء لهذه الليلة العظيمة.